معتوق. الطالبة المتفوقة صفاء معتوق بنت الريف الجميل واحدة من تم تكريمهم في ملتقى التفوق الطلابي الذي أقامه اتحاد طلبة سوريا في جامعة حلب. فبعد انقطاع طويل عن التعليم عادت بقوة السنديان وتفوقت بكامل مراحل دراستها الجامعية. ربيت بأريفية بسيطة بعائلة مثقفة، والدي أستاذ مدرسة وأخواتي كلهم خريجين جامعة، وعندي أخي الدكتور ربيع معه دكتوراه بهندسة الطيران. صارت ظروف معي اضطريت أنه أترك الدراسة 9 سنين، بعدين رجعت لها بعزيمة وثبات أقوى. دخلت جامعتي بال2016 والحمد لله رب العالمين حصلت على شهادة الباسل للتفوق الدراسي بال4 سنين، وكنت الخريجة الأولى بقسم الجغرافيا بجامعة حلب. بعد ما خلصت دراستي سجلت دبلوم تأهيل تربوي والحمد لله رب العالمين تخرجت منه خلال السنة نفسها. تلقيت دعوة من اتحاد طلبة سوريا لحضور ملتقى التفوق الطلابي يلي قام فيه اتحاد طلبة سوريا تحت رعاية السيدة الأولى أسماء الأسد. طبعا كان هذا اللقاء حوالي أو على مدة 4 أيام، كان فيه لقاءات مثمرة جمعت حوالي 130 متفوق ومتفوقة من كافة الجامعات السورية. كان في حوارات طلابية، بعدين في لقاء مع السيدة دارين سليمان رئيسة اتحاد طلبة سوريا اللي بوجه لها شكر كتير كبير. صفاء وذووها أكدوا على سعادتهم بتكريمها لأنه دليل على الاهتمام بالمتفوقين، خاصة أن الملتقى ضم النخبة ممن حصلوا على شهادة الباسل للتفوق والذين سيكون لهم دور بارز في مستقبل بلدهم. هذا شرف كتير كبير لي وأنا كتير سعيدة بهذا الشيء وأنا فخورة طبعا لأنه في حدا قدر جهدنا وتعبنا على مدة 4 سنوات. بهدي تفوقي لسيادة الدكتور بشار حافظ الأسد الراعي للعلم والعلماء والسيدة الأولى أسماء الأسد، بهدية لضيعتي الزهراء ونبوة للأبية، بهدية لعائلتي. بتفوق شغلة بسيطة وسهلة بس بدها عزيمة، بدها ثبات، بدها قوة وبدها أسرار لحتى توصل للشيء اللي بدك إياه. أما تاني الخبر بأنه صفاء مدعوة للتكريم، أنا كنت مريض بالفرشة صدقا والله، نزلت عن الفرشة ونزلت من مرضي. أنا بشكر مجيئكم وبشكر القيادة التي كرمت. شعارها الدائم لكل مجتهد نصيب، فالإرادة والتصميم تصنع المستحيل، إلى أن حصدت ثمرة تعبها بشهادة مزينة بالتفوق ونالت التكريم بجدارة. إنها ابنة مدينتين نبلة والزهراء صفاء معتوق. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، ريف حلب.